قصر رياس البحر، وقد زينت أروقته وغرفه بقطع فنية أبدعتها أنامل المرأة الجزائرية لتحاكي بذلك تاريخ الجزائر عبر الأزمنة المتعاقبة من خلال الزي التقليدي الجزائري الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الجزائرية. وفاءً لهذا الانتماء وتشبثاً بهذا التاريخ، يأتي المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري في طبعته السادسة ليبرز أهمية هذا الموروث الثقافي العريق، ويسد بذلك محاولات التزييف التي تطال بين الفينة والأخرى. المرة الماضية كان الموضوع خاص باللباس والمقاومة، ونحن نعلم جيدا أنه يعني الجزائري أو الجزائرية خاصة يعني ساهمت بشكل كبير في حماية الموروث الثقافي. لأول مرة كان فيه اهتمام بالجانب الأكاديمي، هذه المرة أيضا فيه اهتمام مهم جدا، خاصة أنه اليوم نحتاج إلى توثيق وأرشفة التراث الثقافي الجزائري. خصوصية الطبعة السادسة من المهرجان تتجلى في الاهتمام الدقيق بالطرز التقليدي من منظور فني وأكاديمي يعكس أصالة هذا التراث وعمق هويته التاريخية التي تعود لفترة طويلة تستدعي اليوم صون موروثها والحفاظ عليها والترويج له بكافة الإمكانات المتاحة. خصصت هذه الطبعة إلى فن توشية وتنميق اللباس أي الطرز، وحاولنا تأصيله يعني وإبراز خصوصيته ومحليته. احنا بالنسبة لنا كأكاديميين تعتبر عماد وركيزة أساسية نعتمد عليها في توثيق هذا اللباس. وأنت تتجول بأروقة القصر المزينة بمختلف الألبسة التقليدية، تتراءى أمامك لوحة تعكس مختلف ربوع الجزائر، وتلمس في كل نوع منها الإبداع الذي يعيد ذاكرتك حتماً إلى عهود سابقة، تقرأ من خلالها صفحة ناصعة البياض من تاريخ الحياكة المطرز بأنامل المرأة الجزائرية المبدعة. شفت في الآونة الأخيرة باللي اللباس نتاع واش راني ندير، ما لازمش نعرف غير بتمر راس، لازم نعرف بالجنوب الكبير كامل. كما شفنا في الآونة الأخيرة الألبسة الجزائرية نتاعنا راهي عرضة للسرقة، لازم نهتموا بهذا الشيء أكثر وأكثر وأكثر ونطلعوه ونهتموا به، لأنه إلا ما عرفناش به حنا ما كاش اللي يعرف به. من بين الزائرين لمعرض الزي التقليدي الجزائري ضيوف من خارج الحدود أبوا إلا أن يطلعوا على هذا الموروث. من خلال مشاركتي في هذا المهرجان القيم استطعت أن أكتشف التنوع الكبير للثقافة الجزائرية. أتمنى أن نستطيع التعاون فيما بيننا لتنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية. رغم بعد المسافة ورغم كل ما يحدث لها، المرأة الفلسطينية تأبى إلا أن تكون حاضرة في مهرجان خصصة لإبداعات شقيقتها الجزائرية لتكتمل بذلك صورة التضامن الدائم بين شقيقتين تجمعهما قواسم مشتركة عديدة. في هذا المكان اللي هو القصر يعطيك نظرة تاريخية، يعطيك الروح التاريخي إنه الموروث الثقافي يعيش حتى لو مات صاحبه. وهذه رسالة للاحتلال إنه مهما عملت ودمرت أرض قتلت نساء وأطفال، الموروث الثقافي يحكي ويتحاكى عن تاريخ الأرض الفلسطينية والكنعانية حتى لو بعد 100,000 سنة. مهرجان الزي التقليدي الجزائري هو أيضا عرس ثقافي يتواصل عبر أجنحة تعكس معالم الهوية الجزائرية والفلسطينية في آن واحد.